حاليا اليوم السوق تعبان، حيل تعبان، يعني بشكل عام تعبان، يعني كل الموسم تعبانه، ما منه بس المواد الغذائيه، يعني اغلب المكونات نروح فيها تعبانه، يعني كلها تشكي من البطاله ومن العمل. يعني صرت الركود ركود، والله ركود بالموصل، يعني بسبب الدولار هم شويه صاعد، اليوم الدولار 148 وربع تقريبا سعر الدولار، يعني شويه هم السوق تنق ومن صار رمضان يعني وجاء العيد، فتره العيد يعني العالم هم شلون قلت عندهم، يعني شلون اقول قلت يعني الحاله الماديه شويه تعبت عندهم، فالسوق تعب عندنا هنا، وحركه حيل بطيئه والله، والسوق تعبان بشكل، يعني والله اتوقع حركه السوق يعني على الرواتب، هي منت يعطون يعني الرعايه والتقاعد وراتب الموظفين شويه يتحرك السوق، بس ايش يتحرك، يعني يتحرك له يومين ثلاث ايام، ماكو يومين ثلاث ايام وترجع الحركه هم ترجع بطيئه. بالنسبه للسوق، السوق يعني وضعيته ماكو السحب على السوق، ماكو لا رواتب توزعت، وجه ما شاء الله كثير، يعني الطحين زين، الشكر توزع، كل شيء توزع، مواد كثير توزعت، فبدت السوق. وبالنسبه لسعر صرف الدولار، الدولار 148، فيصير عزوف عن العالم، ما تقول لك بلكي تنزل، ما حد يشتري، يعني ايش قصه له مستقر، وخاصه احنا قمنا نشتغل بالدينار، يعني حتى ما لنا علاقه بالدولار. كله بدي ينصر تأثيراته عليك، يصعدون المواد كيف تصعد، يصعدوها بالله يضربوها على الثابت، يصعد عندنا المواد تصعد. شلون تدفع يعني اليوم مثلا الدولار ب 48، يعني تدفع بسعر اليوم انت؟ اي والله الصبح سوقت بسعر اليوم، اخذت شاي بسعر بالدولار حسب اللي هو بسعر اليوم، والله حسب اللي هو ما حد يفهم الوضع، يعني وضعيته ما حد فاهمه، يعني من أجل الرواتب وضعية تعبان، العالم تعبات، من تنطلق الرواتب إلى يوم 10 بالشهر يصير بيع وشراء، ورا بيع بالشراء ورا العشرة بالشهر تقف، عدم استقرار الصرف يأثر، بس المصيبة ما هو ما مرتبط بالصرف. هالساعة تروح على البضاعة تقول له دولار نزل، يقول لك من المصدر صعدوها، هو البضاعة كلها بالدولار. أنت جاي تسوق؟ إيه. عندك محل؟ اي نعم. وين بيومك؟ باليرموك. انت شلون بدك ترفع الاسعار؟ يعني حسب ايش؟ انا ما اقدر ارفع الاسعار، اللي يرفع الاسعار المصدر الرئيسي، حتى ابو الجمله ما يتعلق بها السعر. تقول له ليش صعدت الاسعار؟ يقول لك من المصدر صعدت. السعر وجبه واحده تسوق نعم. السبب؟ وجبه واحده. لا زينه السعر، يعني التموينيه تقريبا زينه. الشهر جابوا لنا بيض وش اسمه تمن ودهن، يعني زيت. كلها موجوده اي قليل، يعني السواق مو مثل قبل. شو انت تتوقع الاسعار؟ والله اسعار تقريبا مناسبه، يعني شنو اللي محتاجه؟ والله محتاجه مثلا شكر قليل، يعني وكيلو واحد ينطب بالتومينيه احتاجه، اي مرات احتاج تمن، مثلا التمن هذا ما مو هالقد، التمن اللي يوزعونه ماكو تومينيه ما هالقد يعجن، فنخلطه هذا ويا ويشيله.